نتواصل معكم. شكرا للزملاء في الكنترول. دخلنا الى الملف الرياضي، وبشرط نرحب بالصحفي الرياضي والمحلل الرياضي الاستاذ محمد عوض. مرحبا بكم محمد، صباح الخير. مرحبا بكم محمد حسام، ومرحبا بمشاهدي الشروق، وكل عام وانتم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف. اهلا بك، ونبدا مباشره من الدوري الممتاز. مواجهه ساخنه جدا تنتظر فريقي المريخ ومريخ الفاشر اليوم في الممتاز، والتصريحات تنطلق من الجانبين، كل يرى انه سينتصر في هذه المباراه. نعم، مباراه اليوم يعني من المباريات الهامه جدا للفريقين. يعني المريخ يعني عاد في المباراه الماضيه امام هلال الفاشر بانتصار معنوي بعد ذهاب المدرب الجزائري بقرار من مجلس الاداره، قرار غريب جدا بتوقيفه عن العمل، وتولى المهمه جمال ابو عنجه. الفريق اليوم امام مهمه صعبه جدا، مريخ الفاشر من الانديه القويه جدا التي تقدم عروض مميزه في هذا الموسم في الدوري الممتاز، لا سيما انه مريخ الفاشر يعني عنده يعني مباراته مع دائما مع المريخ الاب في العاصمه او كانت في الفاشر، تعتبر من المباريات الساخنه جدا، المباريات يعني اللي فيها نسبه انتصار المريخ العاصمه فيها قليل جدا، خاصه نديه كبيره جدا، نديه بشكل كبير جدا، خاصه انه الفريق في هذا الموسم ضم عدد من اللاعبين المميزين، ظفر لاعب المريخ السابق حسين افول الشاب المتميز جدا، ياسر قصاري، وعدد من النجوم المميزين في بطولة الدوري. تصريحات من الجانبين انا بعتبر بانه يعني محسن سيد دائما يعني بيحب يعني يسخن المباريات، وقال يعني بانه في تصريحاته اليومين الفاتت واليوم بالذات يعني انه جماهير الفاشر حتحتفل معاهم بعد المباراة، وما عندهم يعني حتى التعادل ما برضيهم، فقط هزيمة المريخ العاصمة، خاصة انه يعني عادوا من نيالة بتعادل سمين جدا امام الوادي نيالة. فاعتبر بان يعني مباراة يعني كل الوسط الرياضي في السودان حيتركب هذا المباراة. نعم، ايضا في المريخ امير كمال التكت الغربال ورمضان عجب، المريخ اكد انه سيجدد عقوداته. نعم، كونت لجنة التسجيلات برئاسة عدم سوداكال ومن الخزينة صادق مادبو والعضو المجلس عمر محمد عبد الله وعدد من الفنيين يعني ما بيصيروهم للإعلام من قدامى لاعبي المريخ من فنيين آخرين للرصد ومتابعة التسجيلات في الفترة الماضية، والإدارة يعني جلست مع الرباعي من أجل تجديد عقده، خاصة أنه يعني اللاعبين مهمين جدا، خاصة اللاعب محمد هاشم التكت الأيام الفاتت دي ظهرت كلامات بأنه الهلال يعني بفاوض في اللاعب بانه يعني من اللاعبين المستهدفين للازرق، لكن صراحه يعني التجديد لمحمد عبد الرحمن في غموض بشكل كبير، لانه اللاعب يعني تلقى عدد من العروض الخارجيه، اخر عرض نادي العربي القطري، نادي الذي ينشط في الدرجه الاولى في الدوري القطري، نادي مميز جدا، واعتبر بانه يعني محمد عبد الرحمن حتى رابطه قطر يعني اكدت بانها تكفلت بانه اللاعب يعني حيكون ضمن تسجيلات المريخ في الميركاتو المقبل، فاعتبر بانه يعني المفاوضات بحسم الجانب المالي فقط، لانه صراحه رمضان عجب هو تمكن له 6 شهور، والمريخ داير باي طريقه يعني يجدد له في الميركاتو القادم، خاصة انه من اللاعبين يعني اللي ظهروا بشكل جيد في المباريات الاخيرة مع المريخ والمنتخب الوطني. التكت برضه يعني لاعب مهم جدا، امير كمال خبرته الكبيرة بتشفع له يعني يقعد في المريخ موسم او موسمين اخرين في الفترة القادمة، لكن بشكل كبير يعني الغربال ربما يعني ذهب لنادي خارجي او نادي داخلي في الميركاتو المقبل يا حسام. هل هو اقرب للهلال؟ يعني نكون والله مفاوضات
يعني الهلال ما وقف من المفاوضات، مفاوضات 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 خطيره جدا في سريه. نسمع ايضا يعني اقتراب الهلال، نسمع عن عروض، عن عروض خارجيه. نعم عن عروض خارجيه اللاعب يعني في اليوم في تسجيل الفيديو من الدوحه قال هو حيعود شهر 11 لكن ما حدد اليوم اللي حيعود فيه. يعني لا لا لا، والكاس طبعا بيقلل النقاش اكل استياءه ايضا. نعم نعم بشكل كبير جدا، خاصه انه الاداره يعني ما اهتمت به في الفتره الماضيه في فتره علاجه في الدوحه. لكن اللاعب يعني بنسبه 60 الى 70% خارج كشوفات المريخ. بس ما تسمع انه رابطه قطر وعدات وما عارف لا 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 فلان الفلان وعد بالتسجيل. لا لا، الكاش يا جماعه قلل النقاش في التسجيلات، واللاعبين ده صراحة يعني ده احتراف. يعني الواحد ما بلوم اللاعب يمشي لأي نادي آخر، بقى أكل عيش وبقى يعني لاعب محترف صراحة. يمشي داخل السودان خارج السودان نادي ذاته لو غيم التقييم المناسب له ممكن يقعد، فممكن يقعد يعني ما الأمر ما فيه غضابة. نعود إلى عجلة الدوري الممتاز، مواجهات أيضا ساخن الخرطوم الوطني يواجه الوادي نيالة، فيلال الأبيض يستضيف أهل الخرطوم. نعم الخرطوم الوطني يعني او الخرطوم الرياضي الاسم الجديد احسن الخرطوم الوطني يعني كان زمان خرطوم ثلاثه، ثاني خرطوم الوطني هسه النادي الذي يغير الاسماء الخرطوم الرياضي يعني بعد الثوره. فاعتقد مباراتهم اليوم امام الوادي هي يعني العوده لسكه الانتصارات، خاصه انه الفريق خسر امام ند التقليدي اهل الخرطوم في الاسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف. الوادي نيالي برضه يعني تعادل في اخر مباريات امام المريخ الفاشر بدون اهداف، ومباراه يعني حتكون على صفيح ساخن على ملعب السلام خرطوم. ننتقل الى الازرق، الموج الازرق سيد البلد كما نحب ان نقول. انا هلالاوي حر اقدر اقول، انت مريخاوي تقدر تقول ما داعي لك على كيفك. المهم الهلال يكون لجنه التسجيلات بقياده المهندس محمد هارون. نعم إدارة الهلال يعني فرغت من هذا الملف، فاوضت عدد من اللاعبين المحليين مطلق الصراحة في الدوري الممتاز، إضافة لأنه يعني فاوضت عدد من اللاعبين الأجانب. الجهاز الفني يعني دايرهم خاصة في مركز الدفاع، لأنه الهلال عنده خلل كبير جدا في وظيفة المساك بشكل كبير، والمشكلة دي يعني بقت هاجس للاعبي الهلال، وما في لاعب متخصص حاليا في الهلال. هو يعني لعب قبل كده في 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 مركز قلب الدفاع، لو قلنا بوي اساسا طرف شمال، سمو طرف يمين، دي ما خانته الاساسية، حتى اطهر مرات بيلعب في الخانة دي برضه ما خانته الاساسية، لكن بقى هاجس كبير جدا في هذه المنطقة، خاصة انه يعني الحل الوحيد صراحة هو استجلاب مدافع متخصص اجنبي، لانه اي لاعب سوداني لو تم تسجيله في الفتره القادمه وهو مدافع يعني حيلقى صعوبات كبيره جدا في قلب الدفاع. يعني لماذا لا يستعين الهلال بمحترفين من العيار الثقيل في قلب الدفاع واخر في الهجوم؟ بالضبط كده، يعني حيكون حل مشكله كبيره جدا، خاصه انه مقبل على مباريات يعني صغيره جدا امام الاهلي القاهري، نجم الساحل التونسي في بطولة دوري المجموعات في البطولة الأفريقية. فأعتقد بأنه يعني إدارة الهلال لو سعت لاستجلاب مدافعين كما ذكرت على مستوى عالي جدا ممكن يعني تتحل هذه المشكلة. نذهب أيضا إلى المنتخب الوطني، وحديث كثير يدور يعني عن المنتخب الوطني، اللاعبين المحترفين الذين يعني نسمع عنهم كل يوم، يظهر اسم جديد للاعب سوداني فذ ومميز في فريق اذا كان اوروبي او في اي دوري، هو لاعب يكون مميز في النادي بتاعه. تم ترشيح 6 لاعبين للانضمام للمنتخب، الغايه منخفض الى 3. مباراه المنتخب وستومي الاعداد اليها او لها، يعني اقتربت المباراه، كيف يسير الاعداد؟ والحديث ايضا عن ملف التدريب باعتبار ان الاتحاد العام يعني يبحث عن بديل لزيدرافكو، يواصل زيدرافكو يغادر يعود، يعني هناك كثير جدا من الاستفهامات. نعم المنتخب. مسلسل يعني مكسيك انا بعتبر يعني القصه بتاعت المنتخب دي، يعني 6 لعيبه اجانب يعني تصريحات قبل اسبوعين بيقول لك يا اخي نحن جايين خلاص وافقنا،
ثاني لثلاثة، ما في لاعب حاجة، خاصة اللي بيلعبوا في أوروبا ديل ما حاجة نهائيا، لأنه صراحة يعني لا لا والحديث هناك يعني عن من أكد وصوله. نعم يعني والأندية وافقت يعني لا 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 لا، في لاعبين يعني كتبوا على حساباتهم في الفيسبوك بأنهم يعني حيجوا للمباراة بتاعت ساتون، فأعتقد بأنه يعني ما في لاعب حيجي، يعني اللعيبه حتى اللعيبه الحقيقيه ربما يعني بيلعبوا في 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 الدوريات الخليجيه في دوري الدرجه الاولى، دوري الدرجه الاولى ما زي الدوري الممتاز يعني، ده ما بدوك الاضافه، ده في لاعبين هنا في السودان احسن منهم بكثير جدا، فاعتقد يعني دي دي دي, دي اشكاليه كبيره، خاصه انه يعني المنتخب فيه مشاكل كبيره جدا، مدرب الكرواتي يعني خلاص يعني لا 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 الاتحاد يعني زي ما حيتم الطلاق بيناتهم في الفتره المقبله، خاصه انه يعني لا 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 الامور يعني بعد عوده المدرب يعني في مشاكل كثيره جدا ما ظهر للعيان ما بين المدرب واداره الاتحاد، الاتحاد الان يبحث عن مدرب جديد، تمت الترشيحات لعدد من المدربين سواء كان في في اوروبا الشرقيه او امريكا الجنوبيه، فاعتقد بانه يعني خلاص زيدرافكو ربما كانت مباراه ساتومي هي اخر مباراه له مع المنتخب. طيب نمشي عالميا، بالامس برشلونه امطر شباك بلد الوليد بخمسه اهداف مقابل هدف في الدوري الاسباني. المباراه دي تحضرتها يا احمد؟ واستمتعت امبارح على غير العاده، نعم استمتعت بميسي طبعا، يعني صراحه يعني ميسي يعني ايقونه، يعني بيقدم يعني اداء رائع جدا ومميز، ويعني برشلونه يعني قدمت اداء رائع في بالامس وفازت على بلد الوليد بخماسيه رائعه جدا، اعتقد بانها يعني ده دافع كبير جدا للفريق في مبارياته القادمه في الدوري الاسباني، وصراحه يعني المباراه دي يعني كانت من المباريات المميزه وظهر فيها ميسي بشكل جميل رائع جدا واحرز هدفين رائعين. أه. اما ريال مدريد مواجهه ليغانز تعتبر من المباريات القويه للريال، خاصه انه تعثر في الاسابيع الماضيه، والريال يعني يريد ان يطارد برشلونه، خاصه انه يعني في هذا الموسم يعني الريال متذبذب بعض الشيء، حتكون يعني مباراه رائعه بين الطرفين والفريقين يطاردا غرناطه المتصدر. نعم. المفاجاه. نعم. للدوري. شكرا جزيلا محمد عوض. شكرا جزيلا.